مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يتابع معاه كل يوم دوري أبطال أفريقيا قرعة دور الثمانية. يمكن مشارك في هذه القرعة 8 فرق، يمكن أول أغسطس الأنغولي، النادي الأهلي المصري، حورية الغيني، مازيمبي الكونغولي، الترجي التونسي، النجم الساحلي التونسي، وفاق ستيفا الجزائري، الوداد المغربي. هنشوف القرعة تصفر عن إيه، تابعونا على مدار اليوم وانتظروا مواجهة الأهلي القادمة في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا. مرة أخرى أطلب من سامسونج أن يتحدث معنا. مستر مارفيش. سيد مارفيش. مرحبا بك سامسونج مرة أخرى. والآن سأشرح لحضرتكم مرة أخرى كيف يأتي إجراء السحب للنسخة 22 من الأطفال ويلعب المباراة الثانية في على ملعبه الربع النهائي الثلاثة الأهلي. الأهلي من مصر. بعد اجراء قرعه نادي الاهلي بنقول لك اهلا بك كابتن محمد يوسف. يمكن نادي الاهلي بيلعب اول مباراه مع حورية الغيني يوم 14 و15 والعوده يوم 21 و22. شايف القرعه ازاي يا كابتن؟ بص، ابتداء من دور الثمانيه الفرق كلها قويه، فانت سواء حورية كوناكري او بريمير دو اجوست اللي هو فريق بطل انجولا ولا وفاق سطيف، احنا مستعدين. هدف النادي الاهلي البطوله، داعينا عليها، فطبعا اكيد هتقابل فرق قويه ابتداء من دور الثمانيه. كون ان ممكن الى حد ما يعني بعض الاخوه متصورين ان حورية كوناكري فريق ضعيف، لا، فريق قوي وفريق عنده امكانيات كويسه جدا واحنا بنحترمه بشكل كبير. انما طبعا النادي الاهلي دائما بيعينه على البطوله، يمكن وصلنا سيمي فاينل في بطولات كتير، وصلنا فاينل في بطولات كتير، كسبنا القاب، لكن في النهايه النادي الاهلي دايما بيعد او بيفتكر او جمهور النادي الاهلي بيفتكر البطولات اللي كسبها النادي الاهلي. مفيش حاجه سهله، انت طبعا عشان تكسب لقب بطل افريقيا لازم انت هتقابل فرق قويه، واحنا مستعدين. طبعا عندنا شويه اصابات، لكن اكيد دي هيحصل لها استشفاء وهيحصل لها رجوع ان شاء الله للفريق، ونتمنى ان شاء الله ان احنا موفقين. كل تركيزنا دلوقتي اهم حاجه في مباراه حورية كوناكري ان شاء الله. الاسم الجديد علينا في مصر يمكن ما سمعناهوش قبل كده هو النادي الاهلي، متابع من فتره الثلاث فرق اللي كان ممكن طبعا. متابعين الفرق، وعندنا يعني ماتشاتهم في دوري المجموعات بتاعتهم، فطبعا صعدوا تاني برصيد 9 نقاط، وعندهم فرقه كويسه، عندهم الهداف بتاعهم مانديلا، ففرقه بتمتلك عناصر كويسه. طالما تاهلت لاقوى 8 فرق في افريقيا اكيد فريق كويس، احنا بنحترمه اكيد طبعا هنتفرج عليه. يعني احنا كنا الاول بندرس المجموعه بتاعتنا، مركزين في مجموعتنا، الحمد لله صعدنا، فدلوقتي هنبدا نركز على حورية كوناكري ونبدا ندرسه بشكل مكثف على اساس ان احنا ان شاء الله ابتداء من المباراه الاولى نكون جاهزين ان شاء الله. يوسف، جماهير الاهلاويه بتعقد امال كبيره على بطوله افريقيا. ده اكيد طبعا، النادي الاهلي السنه اللي فاتت يمكن وصل فاينل لكن ما وفقش قدام الوداد، رغم ان لعبنا كنا الاحسن. السنه دي ان شاء الله هدفنا البطوله، ونتمنى ان شاء الله نكون موفقين، بس اهم حاجه ناخد ماتش بماتش او خطوه بخطوه، فاهم حاجه احنا تركيزنا دلوقتي في دور الثمانيه ان شاء الله ان احنا نصعد يعني ان شاء الله. قفلنا ملف التحكيم خلاص. بص، انا مش هتكلم على الموضوع ده لان طبعا احنا اللي حصل، لكن انا عايز اقول ان احنا بنلعب موسم استثنائي والدوري لسه قدامه فتره طويله،
فلازم يبقى في تركيز من كل الأطراف بتاعة المنظومة، لأن امبارح شفنا بإجماع المحللين والبرامج كلهم والاستوديوهات كلها، لكن في النهاية احنا خلاص حطينا الموضوع ورا ظهرنا وبنفكر في اللي جاي ان شاء الله. قرعة قوية جدا، ديربي تونسي، النجم والترجي التونسي، يمكن حدث ولا حركة عن هذه المواجهة. ايوة، مرحبا بيك، مرحبا بالمشاهدين الكل، بنادي الاهلي، هي مقابلة كل المقابلات الكل. احنا متعودين نلعب مع الترجي في المواسم الاخيرة يجي 4-5 مقابلات في الموسم، الموسم ده مش هيختلف عن المواسم السابقة، ما فيش مشكل. هو الدور الثمانية هو فيه فرق قوية، كل الفرق قوية، كل المباريات محترمة، واحنا مع هذه قرعة واحنا بنحترم السار في القرعة، وان شاء الله الحظ يحلفنا ونترشح على الترجي ونقابل الأهلي في النهائي. يبقى المواجهه دي حساسه في البلدان، يعني اذا كان بيبقى في عندك ديربي في تونس بيبقى مواجهه حساسه جدا، وكمان دور الثمانيه دور قوي جدا، وخروج المغلوب على طول اقصائه بتبقى مواجهه صعبه بكل المقاييس. هي المواجهه صعبه بالنسبه للجمهور، بالنسبه للصحافه، دول بيكبروا المقابله، بس اكده لك هي مقابله زي اي مقابله كانت، واثنين بنطمحوا في الفوز. ان شاء الله تكون مقابله شيقه، وان شاء الله يكون المستوى متاع الكره يكون مستوى رفيع، وان شاء الله النجم هو اللي حيغلب ان شاء الله. الوداد يحمل لا الثقه، لاننا سنواجه وفاق سطيف بمواجهه مغاربيه بنكهه مغربيه، لان المدرب مغربي رشيد توصي. بالنسبه لنا نحن حاملين للنسخه الماضيه، لا يهمنا إن أوقعتنا القرعة أمام الترجي التونسي أو الأهلي. على فكرة سنواجه الأهلي إذا توفقنا في أن نمر إلى نصف نهائي بإذن الله. إذن لا ينبغي أن نحكم على الفرق، هذا مباراة صعبة ومباراة سهلة. جميع المباريات، جميع الفرق الآن التي تأهلت لهذا الدور وهي الآن ستنافس في ربع نهائي المنافسة الأغلى إفريقيا، هي فرق قوية بذاتها وقوية بطبيعتها. نحترم وفاق سطيف الجزائري، ونحترم الأهلي، ونضع جميع الفرق المنافسة في خانة واحدة، ونتمنى التوفيق للأحسن وللذي سيركز وسيستعد ويعد العدة لخصمه. مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، دي كانت نهاية لقاءاتنا اليوم. يمكن أصفرت القرعة عن مواجهة الأهلي المصري طبعا مع حورية الغيني، وأول أغسطس الأنغولي مع مازيمبي الكونغولي، الترجي التونسي أيضا مع النجم الساحلي، وفاق سطيف الجزائري مع الوداد المغربي. يمكن حصل لغط أثناء مراسم القرعة، يمكن البعض كان بيتساءل إيه سر الأهلي المصري يتحط مع وفاق سطيف الجزائري ويتم تبديله. يمكن المسؤول هنا في الاتحاد الأفريقي عن المسابقات وضح إن في نفس المجموعة كان فريق الوداد المغربي وحورية الغيني، ما كانش ينفع يقابلوا بعض في دور الثمانية. هو اللغط جه من هوت، يعني الراجل وضح بكل شفافية الاتحاد الأفريقي واقف على مسافة واحدة مع الجميع. يمكن تابعتوا معنا قرعة دور الثمانية، تابعتوا معنا لقاءاتنا اليوم على مدار اليوم. في النهاية نتمنى فوز النادي الأهلي بالبطولة زي ما عودنا، ندعي كلنا كمصريين الأهلي يتوج بهذه البطولة، ونقول كلنا يا رب الأهلي يكون بطل أبطال أفريقيا هذا الموسم.